السلام عليكم، هلا متابعين سوالف بناتي. اليوم رحنا منتجع حديقة الحيوانات في أبو ظبي، طبعا حجزنا شاليه وكان مطل على منطقة الزرافات. شفنا الفهود والقرود والنمر الأسود والنعامة والنمر والغزال، وبعد شفنا السلاحف والطيور الجارحة، وأكلنا الزرافة واستمتعنا وايد، وبعد أكلنا الجمال. الحين بنأكل الفيل، وجبنا مرضعة فيها حليب وأعطينا الماعز، وحصلنا متابعين سوالف بناتي ويسوون عروض في الممرات. داخل المسرح، وبعدين خذينا استراحة وتغدينا. صراحة الأكل وايد لذيذ، بعد أسعارهم جدا معقولة، وفي الحديقة عندهم ألعاب خارجية، واستمتعنا وإحنا نلعب في منطقة السفاري، والعاملين فيها كان وايد مهتمين وبشوشين، وعندهم ألعاب داخلية. والحين انتهت رحلتنا، والحمد لله وايد استمتعنا، وصراحة أعطي المنتجع 10/10 اهتمامهم وبشاشتهم للزوار. ولو عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك، وأهم شيء تشتركوا في سوالف بناتي. باي.